أظهرت الأحداث الجارية مؤخرا في الساحة السورية أن الثورة السورية المظفرة باقية ومستمرة، وأن كل ما يفعل باتجاه وقف حراكها اليومي بات في حكم الفشل، وأن تدخل الاحتلالي العدواني الروسي ومعه الفارسي ومن لف لفه من حزب الشيطان لم يعد قادرا على إيقاف مسار ثورة شعب سوري خرج من أجل كرامته وحريته ولن يعود قبل تحقيقهما. فعلى الأرض، ورغم كل طلعات الطيران الروسية اليومية الموجهة ضد الشعب السوري المدني وضد قواه المسلحة من جيش سوري حر وفصائل وطنية إسلامية مقاتلة، قد باءت بالفشل ولم تستطع أن توقف تقدم قوى الثورة في حلب وحماة وباقي محافظات سوريا، حيث استعاد ثوار حلب السيطرة على كتيبة الدبابات بريف حلب الجنوبي، كما تمكن ثوار جيش الفتح في حماة من تحرير مدينة مورك بالكامل، كما قاموا بإحراق حاجز بريديج وتحرير بلدة عطشان وتحرير تل سكيك بالكامل، كما تمت السيطرة على مستودعي ذخيرة داخل التل، مما أدى إلى هروب أكثر من 100 دبابة من حماة باتجاه دمشق وحمص. كما قام الثوار في الغوطة الشرقية منطقة المرج بنصب عدة كمائن لقوات النظام في قرى دير سلمان والزمانية ونولة والسكة وحتيتة التركمان، وقد قتل أكثر من 25 عسكريا من قوات النظام وحزب الله، واغتنام العديد والعدة والسلاح، مما أدى إلى أن قام النظام بقصف دارية المستعصية على الدخول بغازات سامة وقصف مستمر على مدينة دوما في إطار الإبادة الجماعية التي يقوم بها النظام ضد أهالي دوما. كما قام النظام وحزب الله بسحب 15 سيارة محملة بالمسروقات و21 ميكروباص مليئة بعساكره و37 سيارة جيب و17 سيارة تابعة لحزب الله، انسحبوا جميعا من الحواجز والنقاط المحيطة بالزبداني ومن حاجز عين الرملة باتجاه حاجز الصاروخية. وقد استهدفت مدينة دارية استهدفت في 26 برميل متفجر بالتزامن مع الاشتباكات واستمرار القصف المدفعي والصاروخي، وهذه الاشتباكات أدت إلى مقتل الكثير من قوات النظام، حيث جرى تشييع 8 منهم في دمشق حي الميدان وحي التضامن التي شيعت أحد ضباط الشبيحة المدعو أبو قيس كرار بعد مقتله أثناء محاولة اقتحام دارية الصامدة. وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولين أمريكيين كانوا قد أكدوا أن في سوريا الآن أكثر من 4000 جندي روسي يقاتلون إلى جانب النظام والإيرانيين، وأن 25% من مجازر المرتكبة مؤخرا بحق الشعب السوري كانت قد ارتكبتها الطيارات الروسية. وفي سياق استمرار مقتل الكثير من الضباط الفرس، فقد أكد الثوار في حلب مقتل الجنرال سردار شريكار قائد النخبة بالحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى مقتل العميد سليمان علي حكمية الحارس الشخصي لماهر الأسد. وهناك حالة تخبط تشهدها قيادة الفرقة الرابعة التي يرأسها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد. وعلى المستوى السياسي، فقد عادت موسكو لتؤكد أنها لا تشترط بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، رغم قولها إن الأمر بيد الشعب السوري ويجب أن يتقرر في انتخابات عامة. وفي المقابل أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في ختام مباحثاته بموسكو عن اتفاق حول اعتبار إعلان جنيف واتفاق فيينا الصادر عن مجموعة البلدان الأساسية المعنية بالتوصل إلى حل للأزمة السورية الأساس لانطلاق العملية السياسية للتسوية. وقال إن لديه خطة جديدة تستند إلى إعلان جنيف واتفاق فيينا. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من موسكو أن مصير أي شخصية في حياة سوريا السياسية يجب أن يقرره شعبها في انتخابات عامة. وقال يمكن الجدال طويلا حول شعبية الأسد، لكن طريق التأكد واحد هو تعبير السوريين أنفسهم عن إرادتهم، وهذا ما نريد الوصول إليه. وأعرب لافروف عن أمله في أن يدعم اللاعبون الخارجيون تشكيل وفد موحد من المعارضة للمفاوضات مع الحكومة، وأضاف لم أقل إن بشار الأسد يجب أن يبقى، وتحدثت عن حقيقة مفادها أن مصير بشار الأسد يجب أن يقرره الشعب السوري.
ورغم عدم ثقة المعارضة السورية وكل أطياف قوى الثورة السورية بأقوال وتصريحات المسؤولين الروس، فقد كشفت وزارة الخارجية الروسية أنها قدمت لشركائها في مباحثات فيينا حول سوريا قائمة تضم 40 مجموعة وتنظيما معارضا معتدلا، ممن تعول على مشاركتهم في التسوية السياسية للأزمة في هذا البلد. وقالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن موسكو قدمت لشركائها في المباحثات التي جرت في 30 تشرين أول في فيينا قائمة مؤلفة من 40 مجموعة ومنظمة سورية معارضة غير متطرفة وغير إرهابية حسب تعبيرها. واعتبرت زخاروفا أن نتائج مؤتمر فيينا انتصار للحس السليم، وقد بات بحد ذاته أشبه بمجموعة اتصال خاصة بسوريا. وقالت إن انعقاد مؤتمر فيينا يعني عملياً تشكيل مجموعة أشبه بمجموعة اتصال خاصة بسوريا، رافضة الرأي القائل بأن المباحثات فشلت لعدم التوصل إلى اتفاق حول مصير بشار الأسد. وأضافت أن مصالح كل السوريين يجب أن تؤخذ في الاعتبار، منوهة إلى أن من النتائج المهمة لمؤتمر فيينا الاتفاق على تمثيل واسع للمعارضة السورية دون محاولة فرض مجموعة أو أكثر على أنها تمثل المعارضة. وقالت ماريا زخاروفا إن لقاء جديدا للمشاركين في مؤتمر فيينا يجب أن يتم بمرور أسبوعين، لكن موعده لم يحدد بعد. وكان المشاركون في المحادثات التي جرت في فيينا أصدروا بيانا مشتركا جاء فيه أن خلافات كبيرة لا تزال قائمة رغم الاتفاق على ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وجاء في البيان أن المشاركين في المحادثات يطلبون من الأمم المتحدة أن تجمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة لبدء عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة جديرة بالثقة وغير طائفية لا تقصي أحدا، يعقبها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. الأتراك من جهتهم وعلى لسان إبراهيم كل المستشار الخاص للرئيس التركي رجب طيب أردوغان رأى أنه بعد 4 سنوات ونصف من الحرب الإجرامية هناك توافق على أن التسوية السياسية هي السبيل لإعادة السلام والأمن في سوريا، وبالنظر إلى وحشية نظام الأسد وسياسات الحرب لا يبدو أن المفاوضات ستؤدي إلى نتائج من دون تغيير الديناميكيات الأمنية على الأرض. ليست هناك وصفة سحرية لإنهاء الحرب فورا كما قال، لكن هناك قطعة من اللغز يمكنها إنقاذ حياة الأبرياء وإجبار نظام الأسد على القدوم إلى طاولة التفاوض وفق محددات جنيف 1 وجنيف 2. واعتبر كالين أن هذه القطعة هي إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا مع منطقة حظر للطيران لحمايتها، وهو الاقتراح الذي قدمته تركيا قبل سنوات، وساهم استمرار نظام الأسد بارتكاب المجازر بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية والبراميل المتفجرة، إلى جانب توسع تنظيم الدولة في جعل مقترح المنطقة الآمنة أكثر أهمية من أي وقت مضى. واعتبر أن إنشاء منطقة حظر للطيران ضرورة سياسية وواجبا أخلاقيا في الوقت نفسه، وقال بضرورة وجود المنطقة الخالية من تنظيم الدولة داعش وفق التسمية الأمريكية مع توفير غطاء جوي لحماية قوات المعارضة السورية. مصادر عربية مطلعة كانت أكدت لنا أن لقاء جرى في القاهرة جمع ممثلين عن قادة الفصائل الثورية في الداخل السوري، من بينهم قائد جيش الإسلام وممثلين عن حركة أحرار الشام والجبهة الإسلامية، وأيضا عدد من كبار الضباط المشقين عن النظام، بعد دعوة رسمية وجهتها إليهم وزارة الخارجية المصرية وبطلب فرنسي سعودي قطري ودولة خليجية أخرى. وأضافت أن المجتمعين التقوا في فندق سميراميس قرب مطار القاهرة وبحماية أكثر من 200 ضابط وعنصر من المخابرات العامة المصرية التي ساهمت أيضا بتهيئة أجواء الاجتماعات والتنقلات، كما حضر الاجتماع ممثلون عن أجهزة المخابرات في كل من الولايات المتحدة والسعودية وقطر والأردن ومصر. وتم الطلب من الفصائل العسكرية وضع هيكلية جديدة لتشكيل مجلس عسكري أعلى في سوريا يضم جميع الضباط المشقين عن النظام، بالإضافة إلى ضباط سموهم المقبولين من الذين يعملون مع النظام إلى حد اللحظة. وأفاد المصدر
أن أهم الأسماء التي تم تداولها من فئة المقبولين هي اللواء محمد عز خلوف معاون مدير إدارة أمن الدولة وهو من الطائفة السنية، اللواء إبراهيم جاسم الغبن مدير هيئة العمليات من الطائفة السنية، اللواء هشام خلاف وزارة الدفاع مسيحي، اللواء فؤاد حمودة قائد القوات الخاصة علوي، اللواء أكرم العبدالله قائد الشرطة العسكرية مسيحي، اللواء طلال شلاش الناصر الفرقة 24 من الطائفة السنية، العميد الركن شهم قاسم وردي إسماعيلي، العميد الركن الياس موسى مسيحي، العميد الركن محمد لوند علوي، العميد الركن صابر ميا علوي، العميد الركن إبراهيم محمد الدروش من الطائفة السنية، والعميد الركن أحمد محمد الغرة وهو سني أيضا. وتطرق المجتمعون لمقترح روسي بترشيح العميد منافط لاس رئيسا للمجلس العسكري الأعلى، وأبدى غالبية الحضور رفضهم القاطع للمقترح وأنهم قادة الفصائل واتهم قادة الفصائل مناف باستمرار ارتباطه بنظام الأسد. ويبدو أنه من نافل القول الحديث اليوم عن حلحلة سياسية ما أو اقتراب عقد اتفاقات ومفاوضات يمكن أن تؤتي أكلها في حل سياسي تسوي، فلا النظام جاهز للتنازل ولا قوى الثورة يمكنها أن تقبل ببقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، ولا المشروع الفارسي الصفوي يقنع بحل سلمي يؤدي إلى إزاحة الطاغية من فوق رؤوس البلاد والعباد. من هنا فقد توافق المحللون على أن المسألة السورية وحلها طويل الأمد، وأنه لا تلوح في الأفق الجدي والحقيقي أي بوادر للحل. شكرا.